فوق 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 عاطي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناتكم فيروس كلاب الكورة. تحياتي ليكم، تحياتي للناس المشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب ولغة الكلاب في مصر والوطن العربي، تحياتي للجميع. يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. في البداية وليس آخرا، كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية والإخوة الأكباط بألف صحة وخير وسعادة. يا رب تكون سنة سعيدة عليكم، ويا رب يكون حلول شهر رمضان الكريم، يكون إن شاء الله أمر الله خير على الأمة بأكملها وعلى العالم وعلى الشعب العربي والأمة الإسلامية والأخوة الأكباط إن شاء الله أمر الله. النهاردة بنحب نعرفكم على الدفعة الجديدة بتاعت التدريب عندنا، اللي دخل عندنا التدريب بعد جات لنا. طبعا النهاردة معانا الكلب ماريو. ماريو لو انتوا فاكرين اللي هو كان جاي عندنا علاجات من المشكلة بتاعت البكتيريا، بكتيريا الوجه اللي عنده، وعنده مشكلة في مشكلة البكتيريا الضارة متغلبة عن البكتيريا النافعة. طبعا الكلام ده كعلميا بتهيألي ممكن يكون اول مرة، كانت لو انت بتشاهدني او اول مرة انت كمربي كلب ممكن تسمع الكلام ده، لان احنا الحمد لله بفضل ربنا بنتكلم كنظري وفي نفس الوقت بندي لك الحلول العملي قدام حضرتك. النهاردة معانا ماريو، دخل عندنا تدريب لان احنا نشتغل عليه تدريب الطاعة. بنعرفكم الكلب دلوقتي هو ايه، وان شاء الله وبامر اللي مع الفيديوهات الجايه، بحيث ان احنا بنحب نوري الشغل الاول الكلب كان عباره عن ايه واصبح ايه تاني. انت طبعا انت كمشاهد انت اللي بتحكم عليا وعلى شغلي وعلى افعالنا وعلى حاجاتنا ان شاء الله. معانا ماريو زي ما انتم شايفين اهو. ماريو تعالى يلا. كمان شايفين ماريو اهو قاعد مش هيقعد، مفيش قعاد، اقعد يلا ماريو. مفيش ماريو، تعال خد، مفيش تعال خد ولا اي حاجه. سلم سلم، مفيش سلم، اقعد يلا اقعد. مفيش قعاد، مفيش قعاد، تمام زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. اقعد يلا ما بيقعدش. سلم ما بيسلمش، ثابت ما بي طبعا مولى الهوا. تعال يلا ماريو، مفيش، اقعد تحت، اقعد تحت يلا ماريو، اقعد تحت، اقعد. مفيش اي حاجة لماريو. حبيت ان انا اصور لكم فيديو بمشكلة الكلب اللي هو طبعا دخل عندنا يتدرب كورس الطاعة. طبعا تحياتي للاستاذة نيفين، من الشخصيات بامانة ربنا، من الشخصيات بامانة فعلا جدا جدا، اللي الواحد بيتمنى يتعامل من مع الشخصيات اللي زي حضرة الأستاذة نيفين. طبعا الأستاذة نيفين من القاهرة، من منطقة الجيزة، تمام، شخصية محترمة جدا، ربنا يبارك لها فيها يا رب. في الكلب يا رب، كلب الابلادور من الكلاب المحترمة، تمام. الكلب على فكرة يا جماعة كان داخل عندنا في الأساس عن مشكلة الوجه، بكتيريا الوجه، وما كانش فيه شعر طبعا في الودن والكلام ده كله. الحمد لله فضل ربنا يوم عن يوم الشعر ابتدى ينبت، بس هي مشكله الشعر طبعا علشان اصلا ما كانش فيه اصلا البصيله بتاعه الشعر اصلا مش موجوده. طبعا بتاخد وقت، يعني بتاخد اقل حاجه من 3 4 شهور وانت طالع على ما تبتدي تنبت من تاني وتطلع من تاني. والمشكله بتاعه الكلب كان عنده هرش زياده عن اللزوم، وكان عنده كل فتره او كل مدى كان كل اسبوع على لسان الاستاذ نيفين طبعا كان بيطلع له مشكله في جلده، بيطلع له فسفيس او يعني دمامل كده وحاجات صغيره، تقرحات من المعده من الجسم من جوه على الجسم من بره. الحمد لله بفضل ربنا كان الجلد بتاع الجسم نفسه كان في جفاف، كان الشعر متقصف، كان لون الكلب اصلا كان باين. ماريو مفيش تعالى يلا يلا نمشي يلا. طبعا زي ما انتم شايفين لو انا سبت ماريو هيجري ويسيب المزرعه ويجري ومش عارف ايه، ليه؟ مش مدرب. حبينا ان احنا ننزل ونعرف للناس الدفعه الجديده بتاعت التدريب، تمام،
هو يعتبر خلاص الحمد لله فضل ربنا خلص علاجاته ونشتغل معاه بقى ان شاء الله بامر الله كورس الطاعه بتاعه. يا ريت شغلنا يعجبكم ويا ريت اكون عند حسن ظن الاستاذ انفين وعلى على حسن ظن التعامل معانا ان شاء الله بامر الله. يا ريت تتابعوا ماريو كلب ليبلادور وتشوفوا شغله في المستقبل في الفيديوهات الجايه علشان تلاحظوا الفرق. ويا ريت لو انت اول مره تشاهدني النهارده يا ريت ترجع للفيديوهات القديمه هتستفاد منها كتير جدا 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 لاني شغلنا بيتكلم عن نفسنا وعن افعالنا. ويا ريت لو انت اول مره تشوفني يا ريت تفعل زر الجرس وتشترك معايا ويا ريت يا جماعه نشير كتير في الجروبات عشان الناس كلها تستفاد. وتحياتي للجميع واشوفكم على خير ويا ريت تتابعوا ماريو الليبلادور لانه داخل عندنا تدريب. تحياتي للجميع واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.